بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ده الشكل الموجود قدامنا الحقيقة. وعشان نفهم القصة ايه، هنروح على طول لأول شريحة. لو تخيلنا ان النواة في خلية الكائن الحي تمثل العيادة، وان الدي ان ايه بيمثل الدكتور، الدي ان ايه بيمثله شخصية هذا الدكتور. فالدي ان ايه ده او الدكتور عايز يكتب روشتة عشان تتصرف من الصيدلية. الدكتور لا يستطيع انه يغادر العيادة، وبالتالي ما فيش قدامه غير انه يكتب الروشتة، اللي هي بقى الروشتة بتاعتنا دي، اللي هي عبارة عن ايه. اولا الدكتور لما بيكتب روشتة كأن الدي ان ايه عمل ترانسكرايب للكودون، يعني عمل نسخ للشفرة بتاعته. نسخ، يبقى كتب الشفرة بتاعته هي اللي هي الشفرة الوراثية، اللي هي ثلاثية، اللي هو اليوراسيل، الادينين، السيستوسين، الجوانين الى اخره. الشفرة ثلاثية بتبدأ ب اليو اي سي اللي هي البداية، وبتنتهي باليو جي اي. خلاص، يبقى دي الشفرة الوراثية، يبقى دي المسج او الشفرة الوراثية اللي هي زي الروشيتا كده. طيب الروشيتا دي هو مش قادر يطلع من العيادة بتاعته عشان يروح يصرفها من الصيدلية، فما فيش قدامه غير انه يديها للممرضة او المساعدة بتاعته، اللي هي بقى بتمثل مين؟ الار ان اي المرسال، او ام ار ان اي، الام ار ان اي المرسال. وادي الوصفة او الشفرة اهي الوراثية موجودة قدام حضراتكم مع البداية والنهاية بتاعتها. الام ار ان اي المرسال بيخرج من العياده، ليه قدره زي الار ان اي المرسال، ليه قدره يخرج من النواه ويطلع بره للسيتوبلازم، فهيوصل للصيدليه اللي هي مين؟ الريبوسوم في الخليه. يبقى الريبوسوم كانه هو الصيدليه، والار ان اي، الار ار ان اي اللي هو الريبوسومي، الار ان اي الريبوسومي اللي هو موجود داخل تركيب الريبوسوم، هنعتبره ان هو الدكتور او الصيدلي المساعد في الصيدليه دي. هو ده اللي ليه قدره على قراءه الروشته اللي هي هتوصل له ويترجمها. لما يترجمها ويرى الادويه اللي فيها، اللي هي عباره عن كل شفره وراثيه ثلاثيه عباره عن حمض اميني زي ما احنا شايفين اهو، زي ما احنا شايفين. مين بقى اللي يروح يجيب الاحماض الامينيه دي؟ المساعد بتاعه اللي هو تي ار ان اي، او الار ان اي الناقل، بينقل. يعني بيقوم جاي كل ما الصيدلي اللي هو الريبوسوم يقول له على حاجه، يقوم جاي رايح جايبها، فبيجيب الاحماض الامينيه ويحطها جنب بعضها عشان تتربط في سلسله بولي بيبتايد، او سلسله عديد البيبتيد، وترتبط هنا برابط بيبتيدي عشان في الاخر تكون لمين؟ البروتين اللي احنا عايزين نكونه. وبكده بيكون اكتملت عمليه ايه؟ نسخ او تكوين البروتين. يبقى اذا بيحصل تكوين البروتين بيبدا فين؟ في النواه، بيحصل في عمليه النسخ. ونقصد بالنسخ ان الدي ان اي بينسخ الشفره الوراثيه زي ما الدكتور بيكتب الروشته. بس زي الدكتور ما يقدرش يسيب العياده بتاعته ويروح الصيدليه، نفس الحكايه الدي ان اي ما يقدرش يسيب النواه، فبيدوا الشفره دهيت او الروشته دي بيدوها للمساعد اللي هو ام ار ان اي، او ار ان اي المرسال، اللي بياخد الروشته اللي فيها الشفره دي اللي هي بتعبر عن احماض امينيه. بس مين اللي يقراها؟ عند الريبوسوم في الصيدليه. الصيدليه دي بيبقى فيها الار ار ان اي اللي هو داخل من ضمن تركيب الريبوسوم، ده عباره عن ايه؟ اللي هو الريبوسومي. يبتدي يقرا الروشته دي، كل ما يقرا حمض اميني يروح يجيبه. مين بقى اللي يروح يجيبه؟ المساعد بتاعه، ويقوم جاي مرصصهم جنب بعض ويربطهم عشان يديني الدواء النهائي او التركيب النهائي اللي هو البروتين. وبكده بيكون ده فيديو بسيط صغير كده عشان ما ننساش عمليه تكوين البروتين لغايه البروتين، لغايه لما هناخدها تفصيليا في الفيديو القادم ان شاء الله. والى ان نلتقي على خير، اترككم في رعايه الله وامانه. ان كنت اصبت فمن الله، وان كنت اخطات فمن نفسي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمتنا يا رب. ونلتقي على خير في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.